إلى الصعيد، إلى سوهاج تحديدا. وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل افتتح النهاردة 5 مصانع جديدة باستثمارات 185 مليون جنيه. الوزير قال إن المصانع الجديدة دي هتوفر حوالي 500 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 3600 فرصة عمل موسمية. الوزير قال كمان إن مجالات المصانع دي بتشمل تصنيع التكييفات الصحراوية والخشب المضغوط والأعلاف والمنتجات البلاستيكية. قال إن المستهدف هو خط إنتاج لتصنيع التكييف الصحراوي بنسبة مكون محلي هتوصل ل 90% في منطقة غرب جرجة، لإنتاج 150 ألف وحدة سنويا باستثمارات 20 مليون جنيه. معنا على التليفون الأستاذ ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة. مساء الخير يا أستاذ ياسر. مساء الخير عمرو بيه، اهلا بحضرتك. كلمنا اكتر عن هذه المصانع، على ال5 مصانع اللي النهارده اتكلم عنهم الوزير قبيل. يعني هو في البدايه هي الزياره لم تقتصر على افتتاح المصانع فقط، لكن هي زياره ممتده. يمكن حضرتك سامع احنا دلوقتي في لقاء مع المستثمرين، لقاء على الهوا يعني، ولسه الزياره ممتده. الزياره شملت افتتاح ال5 مصانع اللي حضرتك تفضلت واتكلمت عنهم. الشيء المهم كمان اللي كان موجود النهارده ان احنا تم تسليم اول عقود لاراضي صناعيه بالمجان في الصعيد. لو حضرتك تتذكر قرارات المجلس الاعلى للاستثمار شهر 11 برئاسه الرئيس السيسي، كان اخذوا قرار ان احنا نبدا ندي اراضي صناعيه في الصعيد بالمجان عشان نجذب اكبر عدد منكم من المستثمرين للاستثمار في الصعيد. وبالفعل النهارده المهندس طارق قبيل سلم 12 عقد لمستثمرين في سوهاج، وباذن الله بكره في اسيوط في 9 عقود تمويل. اجمالي المساحات بتاعه الاراضي دي حوالي 33.5 متر مربع. الجزء الثاني اللي في الزياره ان احنا النهارده كنا بنشوف المناطق الصناعيه اللي داخله في اطار برنامج التنميه المحليه اللي احنا بنطورها بالتعاون مع البنك الدولي. في 500 مليون دولار قرصتهم البنك الدولي عشان نطور بعض محافظات الصعيد، وخصوصا اللي هي المحافظات الاكثر احتياجا، وجزء منه حوالي 155 مليون دولار مخططين لتنميه 4 مناطق صناعيه، 2 في سوهاج و2 في. طيب بالنسبه لهذه المصانع اللي تم افتتاحها النهارده، يعني الوزير بيقول انه هتوفر حوالي 5000 او 500 وظيفه دائمه و3600 وظيفه موسميه، يعني لو تشرح لنا النقطه دي تحديدا استاذ ياسر. يعني خليني برضو اركز على حاجه هنا استاذ عمرو. هو طبعا يعني مهم جدا ان احنا نوفر فرص عمل، بس هو احنا الشيء المهم اللي احنا بنبحث عنه او اللي احنا بنحاول ان احنا نركز عليه في المرحله دي في الوزاره، هو ازاي ان احنا نوجد صناعه من الاساس. يعني عارف حضرتك النهارده في صناعات بتبقى هاي تك لكن عدد العماله فيها قليل، بس مش مشكله. يعني هو المهم برضو ان احنا نوجد الصناعه، لان هي دي الامل، هي دي اللي هيقوم عليها عمليه التشغيل. وبالتالي احيانا بيبقى في صناعات بتحتاج عماله غير موسميه لانها بتبقى مرتبطه مثلا زي تكثيف الطماطم، فبيبقى مثلا في الصيف، لكن في الشتاء قد ان هو ما بيبقاش مطلوب قوي. في صناعات كثيره ما بتبقاش طالبه عماله كتير، لكن زي ما بقول لحضرتك الشيء الاهم والشيء الاساسي حتى. يعني احنا دلوقتي في قاع المستثمرين شغال، معظم كلام المستثمرين كله بينطبق على ان هم عايزين كل الاراضي اللي موجوده الخاليه دي تتحول لمصانع. لازم يكون في عجله انتاج ويبقى في شغل شغال. احنا اشتغلنا على خريطه صناعيه للصعيد، انتهينا منها، شملت 7 محافظات، فيها 600 فرصه استثماريه حقيقيه ومؤكده ودراسه جدوى. وبالتالي هنسهل على المستثمر اللي قادر انه يكون معاه تمويل لكن مش عارف ايه المشروع اللي يعمله، لا هنوجد له كمان الفرصه اللي هي مبنيه على الاحتياج. ودي حضرتك احنا ربطناها بشيء مهم جدا، وهو ان انا عايز ارشد الواردات في منتجات معينه، فبشجع المستثمر على انه يقيمها في مصر واقلل الضغط على الدولار. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، متحدثا إلى رأي عام من سوهاج.